هذا المطار، شايفين المباني اللي عند المطار؟ هذا المطار، مطار شاه جلالة الدولي. شوف لو حظنا طيب نلقى لنا طيارة طالعة ولا طيارة نازلة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله العاصمة ذاك. حبيت أبشركم بحاجة، إنه عندنا من يوم الأحد اللي هو يوم 25 إبريل اللي هو من بكرة خلاص بيفتحوا المولات والسوبر ماركتات، يعني المحلات كلها تنفتح خلاص من بكرة بإذن الله. طبعا اليوم السبت، بكرة الأحد. من يوم الأحد اللي هو يوم 25 إبريل الحكومة أعلنت إنه مسموح كل واحد يفتح محلاته والأسواق والسوبر ماركتات والمولات، كل شيء يكون مفتوح من بكرة. وحتى الطيران الداخلي غير مدينة كوكس بازار حيكون مفتوح، والطيران الدولي حبة حبة خلاص بيفتحوها لين يوم 28 إبريل، حتلقوا كل شيء مفتوح. طبعا عندنا حظر التجول لين يوم 28 إبريل، يعني يقولوا كمان 25، يعني يقولوا كمان 3 أيام أو 4 أيام. خلال ال4 أيام هذه خلاص بنغلاديش حترجع مرة مفتوحة بالكامل، ما في أي حظر، ما في أي شيء، الحمد لله. فإذا أحد عنده سفرية، إذا أحد عنده مثلا في أحد جاي له من بنغلاديش للسعودية، أو في أحد يبي يسافر من السعودية لبنغلاديش أو من الخليج أو من العالم كله لبنغلاديش، إن شاء الله إلين يوم 28 إبريل اللي هو كمان 3 أو 4 أيام حيلقى كل شيء تمام التمام، سليم، كل شيء في السليم إن شاء الله. ومن بكرة أهم شيء أنا عندي المحلات والمولات والسوبر ماركتات.